بكره ان شاء الرحمن، بكره ان شاء الرحمن هنحضرها لكم فيديو. يمكن النهارده عاملين جرافيك صغير كده، لكن بكره باذن الله هعملها لكم فيديو. يعني هتشوفوا اللي هنعمل اللي هعرضه ده، بس فيديو بقى بكره باذن الله. يعني بص بص حضرتك، 81 هدف للاهلي من سنه 2005 بس لحد سنه 2018، 81 هدف. هنراجعها كويس ان شاء الله الرحمن، بس يطلع الرقم ده صحيح. بكره اقول لكم الرقم الصحيح مليار في الميه. 55 في الدوري، 12 في دوري ابطال افريقيا، 7 في الكاس، و3 في الكونفدراليه، و3 بقى مرتبطه بكؤوس قديمه، كاس سلطان حسين وكاس مصر وهكذا. ف81 دوري او 81 اسف هدف في بلس 90. بكره ان شاء الله الرحمن بالصوت والصوره بقى مع بعض، هيبقى يوم حلو قوي بكره، استنونا. مش قلت لكم يعني انت لهواه التسجيلات، الناس كمان اللي هي اصحاب الارقام او اصحاب الاهداف، اصحاب الاهداف في بلس 90 او ما بعد بلس 90، عندك عماد متعب 14 هدف، تمام. بعديه يجي فلافيو سامح حسني ومحمد بركات واحمد فتحي وعبد الله السعيد، كل دول اهدافنا او اهدافهم بكره ان شاء الله الرحمن هتبقى موجوده. لكن الراجل اللي فوق ده اللي هو عماد متعب هو صاحب الرصيد الاكبر الاكبر من الاهداف اللي بلس 90. ده المجموعه ككل. الانديه اكتر الفرق استقبالا للاهداف بعد الدقيقه 90، او اكتر الانديه اللي دخل فيها اجوان من الاهلي في بلس 90، الاسماعيلي والمصري وانبي والزمالك والاتحاد والمحله. دي بقى الرسم البياني اللي بعد الدقيقه 90 مثلا، يعني هتلاقي مثلا يعني كده 9 اهداف او 16 هدف بعد الدقيقه 90 بشويه، هشرحها بكره بالتفصيل احسن بقى عشان تبقى معانا فيديو، لكن ده رسم بياني. يعني بكره ان شاء الرحمن انتوا على موعد مع هواه التسجيلات بعد الدقيقه 90، اهدافها هتبقى كتير جدا، فهنعرضها في اول الحلقه ونص الحلقه واخر الحلقه وهكذا. عشان كده بقول لحضرتك هتلاقي الحته دي في الاهلي، مش هتلاقيها، ممكن تبقى صدفه في مكان مرتين ثلاثه تتكرر، لكن بالاستمراريه ديت مش هتلاقيها غير في الاهلي. اوكي مكملين معاكم بقى والخماسيات. الاهلي